كان من الحكم المساعد إضافي أن يتخذ قرارا باحتساب ركلة جزاء. عندما تلعب الكرة على مستوى الرأس وبالتالي كان يتوجب عليه أن يلعب بالرأس أو يقوم، هنا ليس القرار فقط، القضية هي دفع، فأصاب اليد من الخلف وأصاب الذراع هنا من الخلف وأصاب الجسم، وهنا بهذه الحالة ليس من حقه، لو وصل إلى الكرة قد يكون له مبرر لذلك. هذه اللحظة سوف نلحظها من زاوية أخرى. هنا القرار طبعا هنا كان سرعة، أتمنى أن يكون هناك تريث بإعطاء القرار خاصة بهذه الحالة تحديدا، بهذه اللقطة تحديدا. ونلحظ هنا الكرة كانت واصلة، هنا عملية الاحتكاك سوف توجب إعطاء قرار باحتساب هذه مخالفة. هزيمة فريق نهضة بركان وخسارة لقب كأس الكاف لصالح نادي الزمالك المصري وفضيحة مخرج لقاء الإياب إضافة إلى الظلم التحكيمي ضد النهضة البركانية. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. إليكم التفاصيل. مخرج المباراة النهاردة يعر، مخرج مباراة نادي الزمالك ونهضة بركان يعر. أنا معرفش ده مخرج ولا ده ايه. انا بقول لك لجل الامانه ده مش اخراج، ده اسمه تطبيل، ده اسمه مخرج. انا نادي الزمالك كسب ونهضه بركان الجماهير المغربيه المحترمه بركت لي، لكن في ركله جزاء صحيحه. في ركله جزاء حكم لقاء الزمالك ونهضه بركان تغاضى عنها. انا بقول لك لجل الامانه في ركلة جزاء لصالح نهضة بركان. نادي الزمالك النهاردة ظلم نهضة بركان. نادي الزمالك النهاردة على اقل تقدير كان يستحق على اقل تقدير المباراة تطلع 1-1. الاعلام الجزائري حاجة بمنتهى الامانة تجن. انا مش فاهم هل دي حرقة ان المغرب النهاردة او نهضة بركان خسر؟ ما كل الناس بتخسر عادي. بعد فوز نهضة بركان في مواجهة الذهاب بهدفين لواحد، انهزم في لقاء العودة على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي بهدف لصفر ضد نادي الزمالك المصري والذي سوج رسميا بلقب كأس الكاف للموسم الحالي. وعرفت المواجهة حالات تحكيمية مثيرة للجدال، حيث اعتبرت جماهير نهضة بركان أن الحكم الذي أدار لقاء الإياب حرم النادي من ضربة جزاء كانت واضحة في الشوط الثاني، إضافة إلى مخرج المباراة الذي كان يتعمد عدم إعادة بعض اللقطات المشكوك في صحتها لصالح نهضة بركان. وخسر فريق نهضة بركان اللقب الثاني له في كأس الكاف بفضيحة تحكيمية ضد نادي الزمالك المصري. هذا النهائي يعد ضربة قوية للجانب الجزائري الذي كان يتهم السيد فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالكولسة ورشوة الحكام في النهائيات الأفريقية لصالح الأندية المغربية.